حقائق ومعلومات عن الموزمبيق. تقع الموزمبيق جنوب شرق إفريقيا، يحدها المحيط الهندي من الشرق وتنزانيا من الشمال وملاوي وزامبيا من الشمال الغربي وزيمبابوي من الغرب وسويسلاند وجنوب إفريقيا من الجنوب الغربي. وتقع جزر القمر شمال شرق سواحلها ومدغشقر تقابلها، وبينهما القناة الموزمبيقية. استقلت في 25 من يوليو عام 1975 عن البرتغال. العاصمة ماباتو، ويبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة، وتبلغ المساحة 801.590 ألف كيلومتر مربع. أما عدد سكان كلي قرابة 31 مليون نسمة لإحصائية 2021. نظام الحكم في موزمبيق جمهوري رئاسي، واللغة الرسمية البرتغالية. أما الديانة المسيحية 60% والإسلام 20% وديانات أخرى محلية. عملة الدولة ميتكال، 1 دولار يساوي 63 ميتكال. معدل البطالة في موزمبيق 23%. يحتوي العلم الوطني على الألوان أخضر أسود أصفر أبيض، كذلك رسمة رشاش كلاشينكوف، وهو العلم الوحيد الذي يحتوي على سلاح ناري. جبل بينغا أعلى جبل في موزمبيق، يبلغ ارتفاعه 2436 مترا، وأطول نهر فيها هو نهر زامبيسي. بحيرة نياسا هي أكبر بحيرة في الموزمبيق، وهذه البحيرة مشتركة مع ملاوي وتنزانيا، ويشار إلى البحيرة أيضا باسم بحيرة ملاوي. يعتمد الاقتصاد الكلي بشكل أساسي على الزراعة وصيد الأسماك، ويعمل أكثر من 80% من السكان في الزراعة. من بين الصادرات الرئيسية الروبيان والقطن، سكر والحمضيات، وتعد أيضا واحدة من أكبر منتجي الكاجو في إفريقيا. والموارد الرئيسية هي الذهب والتنتالوم، وهو معدن يستخدم في الإلكترونيات. يتم استخراج الملح الصخري وكذلك الرخام. مع هذا تعد الموزمبيق واحدة من أفخر البلدان في إفريقيا. وأدى اكتشاف حقول الغاز الطبيعي والنفط الضخمة قبالة الساحل الشمالي للبلاد على إنشاء صناعات جديدة في المنطقة. تعد الموزمبيق من بين الدول العشرة الأولى التي لديها أعلى معدلات المواليد في العالم. أكثر من 45% من سكان موزمبيق هم من الأطفال وتحت سن 15 عام. وتعد الموزمبيق من بين البلدان الثلاثة التي لديها أعلى معدلات الإصابة بالإيدز بعد جنوب إفريقيا والهند، وحوالي 2.1 مليون في البلد مصابون بالإيدز.